الشرف المرسلين. حنا اليوم كجمعية الرواق الأخضر للثقافة والفنون الاجتماعية اللي كتمارس نشاط ديال الترفيه في الساحات العمومية، خصوصا ساحة بئر أنزاران وساحة الجيش الملكي بمدينة جيرسي. حنا اليوم كنعانيو واحد الويلات ديال واحد التوقف اللي سار على هذه المدة ديال الجائحة ديال كورونا، المدة ديال سنة تقريبا. يعني اليوم كنخرجوا وكنندوا بأصوات ديالنا لأن المعاناة وصلت للعظم كما تيتقال. يعني الإخوان اللي كيمارسوا النشاط ديال الترفيه ديال الأطفال عندهم تراكمات ديال مجموعة من الديون، كاين شيكات، كاين يعني تراكمات ديال ديون كبيرة. وهذا التوقف هذا اللي طوال بزاف، يعني كنشوفوا اليوم جميع الأنشطة استأنفت الأنشطة ديالها بخصوص هذا النشاط ديال الترفيه، وكأنه هو البؤرة ديال كورونا. تحاورنا وجلسنا مع الجهات المختصة، السيد الباشا، جلسنا مع الناس ديال المجلس البلدي على أساس أنهم يلقاو لنا شي حل بالنسبة أننا نستأنفوا النشاط ديالنا. كاين ديك السياسة ديال الأذان الصماء، يعني كل يوم غدا غدا غدا، لحد الآن ما كاين حتى شي حل. حنا اليوم كجمعية كنخرجوا كندوا وكنطالب الناس اللي مهتمة بالتسيير المحلي بالإقليم على أنها تفتح يعني الاخوان انهم يستمروا في الانشطه ديالهم، خصوصا على ان مجموعه من الاخوان في الجمعيه اللي على الافلاس التام ديالو نظرا لهذا المده الزمنيه اللي طوالت. حنا ماشي مع يعني كما كيتقال حنا ماشي ضد المصلحه العامه، حنا مع المصلحه العامه وحنا مع الصالح العام، واي حاجه اللي فيها خير للصالح العام كنمشيو معاها. ولكن اليوم اللي بغيت ندد عليه هو انه هذا التوقف هذا راه كيتوقف غير النشاط ديال الترفيه ديال الاطفال، وكان سطر على هذه الكلمه الف سطر وسطر، بالنظر الى ان الانشطه الاخرى كامله استأنفت الانشطه ديالها بشكل عادي واعتيادي، ما كاين حتى شي حاجه. ولكن حنا كمهني في نشاط ديال الترفيه بالنسبه للاطفال عندنا واحد التوقف، وهذا التوقف ضررنا بزاف وعندنا تراكمات ديال ديون. اليوم كنوجهوا رساله للناس اللي مختصه بالتسيير المحلي بالاقليم على انها تفتح المجال ونستأنفوا الانشطه ديالنا، وخصوصا ان الحمد لله الاقليم ديالنا ما عندناش فيه شي اصابات، ما عندنا فيه حتى شي حاجه. يعني حنا كشعب واحد يعني يسري علينا ما يسري على العام، مهما ان العام عندهم استأنفوا الانشطه ديالهم، حنا اليوم كنطالبوا بالجهات المختصه على انها تفتح لنا المجال، لان الامور راه تفاقمت القدره ديالنا وراه عندنا واحد التراكمات وعندنا بزاف المشاكل. يعني كنطلبوا من الله عز وجل من هذا المنبر هذا على ان الناس المختصين يلفتوا لنا الانتباه ونستأنفوا النشاط ديالنا بشكل عادي. كما كتشوفوا حنا كطلبه موجزين، مجموعه من الطلبه الموجزين في هذا الاقليم الحبيب، شكلنا واحد الجمعيه اللي كتسمى جمعيه الرواق الاخضر للثقافه والتنميه الاجتماعيه. الحمد لله كنشكر السلطات المحليه انهم ساعدونا باش اسسنا هذه الجمعيه. تعاملنا مع شركات في الدار البيضاء اللي مدتنا بالماتريال ومدتنا بالالعاب اللي كيفوق الثمن ديالها 40 مليون سنتيم، كيفوق الثمن ديالها 40 مليون ديال سنتيم. جات هذه الجائحه قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله حنا بحالنا بحال جميع القطاعات. السلطه المحليه اتصلت بنا على اساس اننا غادي نتوقفوا، توقفنا ما يناهز سنه كامله، الالعاب ديالنا محطوطين ضاعوا وتكرفسوا، عندنا ماتريال محطوط في كراجات، تابعنا الكرا، عندنا شيكات شادينهم لنا، تخنقنا بزاف. جينا عند السيد الباشا مشكور، حنا لا نقصر في الاعمال اللي كيديرها السيد الباشا، من هذا المنبر كنشكروه، وقف معنا السيد الباشا، لكن ذاك التمهيل سوف غدا 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 ان شاء الله. حنا بحال تقهرنا، بغينا نبينوا للراي العام، وبغينا نبينوا للناس المسؤولين الاعلى هرم في هذا الاقليم الحبيب اللي هو السيد العامل، باش يعرف الهم ديالنا ويعرف هذه المشاكل اللي كنعانيو منها. حنا طلبه موجزين، ما كنطلبوش في هذه اللحظه هذه باش يشغلنا ولا يدمجنا في شي وظيفه، حنا كنطلبوا يفتحوا لنا القطاع ديال الالعاب، لان جميع القطاعات راه مفتوحين، والقطاع ديال الالعاب في الواد راه مفتوح، القاعات ديال الالعاب ديال الاطفال اللي هما البيارات وكل شيء مطلوقين. حنا باستثناء فهل ترى هذا التوقيف اللي رحنا موقفين بهذه الجمعيه بالضبط، بهذه الجمعيه اللي راها موقفه في هذا القطاع، هل هو فعلا بسبب كورونا ام هي تصفيه حسابات؟ وهذا ما لا نرجوه، وما اللي ما باغينش يكون في الحقيقه.
نخشى ان تكون تصفيه حسابات، فهذه الجمعيه راه تهرست. بالعكس هي الجمعيه الوحيده في قرسيف اللي كتزاول هذه المهنه، وللاعضاء ديالها اعضاء كيتفنوا في هذه المهنه، وجابوا الالعاب للوليدات ديال قرسيف اللي ما كانش شي متنزهات فين غادي يتنزهوا، وما كانش شي خرجات فين غادي يمشيو. هذه الجمعيه ضحات بالغالي والنفيس، خدات كريديات، تعاملت بالشيكات من طرف شركات في الدار البيضاء، مدوها بالالعاب ووقفوا معها. وفما على السلطة المحلية إلا أنها تمد يد العون. حنا ما طلبناش شي دعم من عند السلطة المحلية، ما طلبناش شي دعم من عند العمالة، ما طلبناش حتى شي حاجة، طلبنا أنهم يمدوا لنا يد العون ويتعاونوا معنا باش أننا نستأنفوا الأعمال ديالنا. جينا دقينا في الباب ديال السيد الباشا مرارا وتكرارا، ما كاين حتى شي حل. حنا دابا كنترجوا من هذا المنبر ومن هذه الوقفة اللي درناها اللي جسدناها اللي خرجنا داك الشيء اللي عندنا الداخل في الأعماق ديالنا، اللي لا إله إلا الله محمد رسول الله، حسبنا الله.